بعض المرات كيكون غضبان وما كيعرفش علاش، لان الروح عندها عين ماشي هي العين ديالنا هذه الجارحه، الروح عندها عين اخرى، بمعنى ان الجسم كله هو عين الروح. لان الان ملي كتشوف شي رؤيه مناميه تراها بعين الروح، وكتسمع شي صوت في المنام واحد قال لك كذا كذا، انما سمعته باذن الروح. اذا واخا كيتغطى الانسان ملي كيتغطى وينعس عاد كتفتح عين الروح، عين الروح بعدد العيون ديالها بعدد ثقب الجسم كلها. بما حتى بعض المرات انت كتكون ماشي واللحم ديال راسك كيشوك، اذا كيكون الجن، لان الروح كتشوف الجن وكتشوف الملائكه. الروح عندها العامل الزمني ديالها، ماشي هو الزمن ديالنا حنا، حيت الزمن الروحي ماشي زمننا حنا. والزمن كينقسم الاقسام، كاين الزمن الارضي، وكاين الزمن الملائكي، وكاين الزمن الامري، وكاين الزمن العندي، وكاين الزمان المعراجي، وكاين الزمان السرمادي اللي بيوم القيامه، وكل زمان بوحده. اذا الروح لا يحويها زمان ابدا ولا يحيط بها مكان. الروح في الجسد بحال شي عصفور في القفص، ملي كيموت الانسان كيخرج العصفور، كلما اعلات بزاف كتبقى تشوف بزاف. اذا والانسان ملي كينعس يقدر يشوف الجن والملائكه، لان عين الروح كتفتح، والعالم الخارجي اللي داير بينا كنقدروا نشوفوه حنا بجوج المرات حقيقة. كيشوفوا ملي كيكون الدري في المهد صغير، كيكون باقي ما كيذنب، ما عندوش صغائر الذنوب، كتلقاه كيضحك كيبكي، وملي كبر الانسان يبدا يخرف، كنقولوا كيدوي بوحده، لا هو كيدوي مع عالم بوحده، حيت ما بقاش كيكتب عليه القلم ولا كيشوف غير بالروح، كنقولوا هذا واقيلا تخرخل، لا، حيت ملي كيمشي العقل وكيرفع عليه القلم كيولي كيشوف العالم الاخر، كيقولوا هذا كيهتهت ولا كذا، اذا كيرجع لذاك، لان قرب يرجع للاصل ديالو الاول. وهنا سيدي يسالونك عن الروح، قل الروح من امر ربي وما اوتيت من العلم الا قليلا. والروح جات من الروحانيه ومن الراحه. اذا ولذلك الله خلق الانس من ماء وطين وروح، والجن خلقهم روح بدون جسد. ارواح الجن ملي كتموت بدل الدم كيخرج الدخان، حيت هو مصوب من، ولا والانس الا مات كيخرج الدم. والملائكه خلقهم الله من قول الكون، الارواح ديال الاعمار ديال الانس ما كتفوتش الوقت ديالها معروف، والجن كيطول العمر ديالو كيوصل 1000 عام 2000 كيطول. اما الملائكه كيختلفوا الحياه، الملائكه كاين الملك اللي كيخلقوا الله في رمشه عين، ملي كترمش انت كيتخلق ملك ويقضي بزاف د الحوايج ويموت في هذيك الرمش. وكاين الملائكه كيخلقهم الله كينزلوا مع المطار، ملي كيتزب الشتاء ملك كيهز ديك يخلقوا الله، يشد ديك النقطه وينزلها حتى لبلاصتها ويموت، حياته في ديك جوج دقائق. اولم يروا اننا نسوق الماء الى الارض الجرز، شكون كيسوقوا؟ بالملائكه. وكاين ملائكه اللي خلقهم الله ملي قامت من يوم ملي بدات الدنيا حتى يوم القيامه، وهم غير ساجدين. ملي غادي ينوض من السجود من ينفخ إسرافيل يقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. إذن هاد الأرواح هاد الشيء كامل كتعرفوا غير الروح، وخصك تعرف أن الروح ملي كتخرج من الجسد مجرد ما تخرج كتولي كتعلم على الأرض كل شنو فيها بأسمائنا بكل شيء، حيث الروح من صنع الله. ملي كتخرج واخا تكون ديال مجوسي ديال أي واحد، ملي كتطلع للسماء كتولي كتعرف أسمائنا كلها، وكتوصل عند الأموات ديال اللي ماتوا قبل منا، وكتقول لهم كيسولوها اش كيفاش تركتوا فلان؟ كيقول فلان خلينا كذا كذا، تعرف كل واحد الملاير اللي في الدنيا، بصيني هندي امريكي، ما كتعرف بسميته والتاريخ ديالو بالتفصيل. هذه كل روح موجوده في جسد غير مسجونه، ملي كتطلع كتعرف بزاف. والروح هي الكائن الوحيد اللي الى الدواء الى تلاقيتي مع الانسان كتعرف واش مزيان ولا لا. شحال دابا من مره كتزوج براجلها وكتكون في الاول مع شافته ما بغاتوش، ولكن كيرغموا كتزوج وتدوز العشره، ملي كتوقع شي مشكله كتقول شتك نهار الاول عرفتك ماشي هو هذاك، حيت عرفاته وعلاش جاي عنده. يلا سبحان الله. تقدر تمشي لجسد اخر؟ لا لا ما كاينش، لا هذاك كلام مالي نظامه ما كاينش. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.